أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا وبشر الصابرين
وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة بشيء من الخوف والجوع عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله العظيم. وبشر الصابرين.
وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة أولئك عليهم
إلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إن لكل شيء حل فجمال القرآن ليس له حل حل في معناه وجميل في تلقاه دستور الأرض والسماء كلام الله أيها السادة كنا مع كتاب الله مع قرآن محكم وقارئ متقن تلا علينا وعليكم ذلكم العالم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ عامر السقار مدرس بالأزهر الشريف والمقيم بزاوية حمار التابعة لمركز ومدينة برنجان محافظة البحيرة الصوت والضوء ثم هذه السيرة بمقام كبة العزة تحت إدارة وإصرار حق خميس العباسي المقيم بحزبة عبد برة السادة المعزين الكرام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا